الثقافي في وزارة الثقافة ثم ثقافة الوهم. أو تنقول لك دور الثقافة الكلها وبالصراع اللي موجود ما بين النقابة والوزارة الكلها مسكرة في الويكند. قالك انا موقف نقابي نختار وهي ديجا تسكر الخمسه نتاع العشيه وفي سير الايام تسكر الخمسه نتاع العشيه. المثقفين والناس اللي مش تمشي للثقافه وين باش دونك في عوض نحلوا المساله هذيا ونشوفوا مساله دور الثقافه كيفاش اعاده الحياه ليها ونشوفوا المنشطين اللي لازم تكون فيها ونشوفوا تصورنا للعمل داخل دور الثقافه هذا كل ماهوش موجود وما همش قاعدين يخموا فيه وقاعدين يحلوا المساله هذه. بالطريور ايش يعمل؟ يطلع لك كما قبل حتى الوزاره السابقين راهو يطلع لك موضوع ويدمج به ويقول احنا مدن الفنون والساحات. اي شنو هذا؟ هاو نعطيك انا في مدين عملوا جاوا ساحه دشنوها خرجوا منها العباد كليك بالبلديه اتسيترا صارت القوضه والبنادريه وفي الشكل سامحني نقول في الشكل ما تفوتش ياسر على 7 نوفمبر في نفس شتيح شتيح ورديح وضرب وات الى اخره. لكن بعد يوفى ال 24 ساعه يمشيوا الناس الغدوه الحي وهذيك علاش ليكزومبل خاطر ليكزومبل الرابو يجي العساس اللي كانت يستعمل فيها باركينج يجي الزروات نتاعي يخرج الناس كله يدخل يرشح باركينج معناتها كلام وعملنا ساحه ودرشنيه وتدشين وبلاكه ولكن في الاخر ترجع باركينج وعساس. هذا على مستوى التنشيط الثقافي هذا المشروع اللي مدن الثقافه وساحات ودمغيج الى اخره هذا هو. دونك على مستوى السطح يخدم على مستوى السطح اللي تشاف واللي يتعلق في الفيسبوك الى اخره لكن هات على مستوى العمق نشوفوا دور الثقافه نلقاوها قاحله وما فيها حتى ثقافه ليفينمون وما ثم حد يمشي لدور الثقافه. بالنسبه للسينما عندنا 12 قاعه وعندنا وعود نتاع بناء القاعات الى اخره ويجي يقول لك هذا ثقافه الوهم باش نعملوا 20 قاعه مؤثر احدث التجهيزات وموجوده مش تكون تعاون البارك دو سال الى اخره. هذا نشوفوا هذه الات لا والتجهيز سكوت 170 مليون جو كرو ولا حاجه كما لكن يوقع هالمراكز الثقافيه اولا السنه هي بوليفالونت معناتها سينما باش يخدم كي نحط كادري في داري تولي قاعد سينما لا وباش حتى ولو باش يكون ثم عرض في الاسبوع لانه ثم المسرح ما ادري شنو والسنه تخدم. دونك يحطوا الالات هذه اللي هي سوفيستيكي وما يحطوش عاون مختص اللي يخدم بها. ثانيا ما يحطوش المنشط اللي يفهم السينما ويعمل برنامج ويعمل ثقافه كيما قبل سفيان وين تحبينا في دور الثقافه في الدهليز وفي بيان سور دهليز دهليز دار الثقافه برشيق ايزنشتاين واكيلا كروزوا يا ودي الصراعات السياسيه الكل تعمل غادي.